السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بيكم حبايبي أبطال جريد 4. النهاردة إن شاء الله هنشرح آخر درس في الترم الأولاني في ليسون 4، كونسبت نمبر 2.3، ليسون 4 بارت نمبر 3، الجزء الثالث. قسمنا الليسون الأخير ده ليسون 4 ل 3 بارت، ده البارت الأخير، واتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. لو اول مره تشوفوا قناتنا اشتركوا معانا في قناه دكتور ساين صفاء، ما تنسوناش في لايك على الفيديو. معاكم دكتوره صفاء شعلان، يلا بينا نبدا على بركه الله. اكتيفيتي نمبر 10 بيتكلم على ايه بقى؟ بيتكلم عن حاجات جميله قوي قوي بتاعه الزمن الجميل اللي كلنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين وما زلنا بنلعبها حتى الان. energy conversions during collision، تحولات الطاقة أثناء التصادم. هي الطاقة بتتحول يا ميس؟ آه طبعا الطاقة بيحصل لها conversion، بيحصل لها تحولات، وخصوصا في فترة التصادم أو الكوليشن. زي ما انتوا شايفين ده لعبة البالي، كلنا كنا زمان بنلعبها، اسمها ماربل. الولد طبعا بيضم ايده كده ويبدأ ينقل الكاينيتيك انرجي بتاعت ايده للبول الاولى او الماربل الاولى. هتقوم تجري الماربل الاولى دي وتقوم تخبط في الايه؟ في الماربل التانية، فهتنقل لها الكاينيتيك انرجي اللي هي واخداها من ايد الولد، وتقوم الماربل التانية تبدأ كمان تخبط في الماربل اللي بعديها وتنقل لها الكاينيتيك انرجي وهكذا. تمام؟ You have learned that when two objects collide، يما جسمين بيحصل تصادم ما بينهم، with each other transfer and changes of energy take place، بيحصل انتقال وبيحصل تحولات في الطاقة لما جسمين بيخبطوا في بعض. الاكزامبل بتاعنا اللي هنقوله هنا اللي هي لعبة البلي أو الماربل. When you play a game with marbles، لما تلعب لعبة الماربلز البلي ديت، kinetic energy is transferred from your hand، الكاينيتيك انرجي هتتنقل من ايدك، to the first marble لأول بلية. Then there is another transfer of energy from your marble to the ones you hit it، يعني الكاينيتيك انرجي هتتنقل من ايدك للماربل الاولى، وبعدين من الماربل الاولى للماربل الثانية، وهكذا دواليك لحد ما توصل لآخر ماربل. طيب أثناء اللعبة دي يا ولاد اللي بيحصل، some of the kinetic energy it changed into sound، جزء من الكاينيتيك انرجي بيتحول لساوند. انت بتسمعه وانت بتلعب لعبة الماربل، بتسمع صوت تك 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 لما البلي بيخبط في بعضه، يبقى جزء من الكاينيتيك انرجي هيتحول لساوند. ساوند انرجي، when you hear the click sound during collision between marble، وانت بتسمع الساوند ده لما بيحصل الكوليجن between two marbles. طيب تعالوا بقى نشوف حاجة تانية جديدة اسمها ايه؟ اسمها energy conversions during a collision، على طريقة نيوتن كرادل. بندول كرادل يعني بندول نيوتن. نيوتن كان برضو بيحب الماربلز، بس هو عمل اختراع جميل قوي قوي، جاب مجموعة من الماربلز كده تمام، ووقفهم في ستاند في عمود وربطهم بخيوط سترينج من فوق كده، وبدأ يعمل تجربة الكوليجن على مجموعة الماربلز دولم اللي مرتبطين عن طريق خيوط لأعلى. عايز يشوف ايه اللي هيحصل لما انا همسك اول ماربل من الفايف ماربلز دول وارفعها لفوق. هرفعها لفوق اهو، يبقى معنى كده انا بعدت عن الارض بهايت، بارتفاع. فالماربل اللي انا هرفعها دي هيبقى عندها ايه؟ طالما في هايت هيبقى عندها بوتنشال انرجي تمام. واول ما ارفعها لفوق خالص خالص هبدأ بعد كده اسيبها عشان تخبط في بقية الماربلز دول. طيب هي بقى عندها بوتنشال انرجي، اول ما هسيبها البوتنشال انرجي هتقل وتبدا تتحول لكاينيتيك انرجي، فهتاخد الطاقه تخبط في الايه؟ في الكره الاولى، بعدين الثانيه، بعدين الثالثه، بعدين الاخيره، وبعدين تبدا ترد تاني، ويبدا طول الوقت يحصل حركه ما بين الكور دي، يمين وشمال يمين وشمال. فعشان كده نيوتن سماها نيوتن كرادل، يعني بندول، لانها بتفضل رايحه جايه زي بندول الساعه لحد ما الطاقه ما تقل تدريجيا تدريجيا،
وتقف تتوقف عن الحركة. تمام، تعالوا نشوف فيديو قصير عن نيوتن كرادل ونرجع لكم تاني في دقيقة بالظبط. يلا استعدوا يا جريد 4، فاسن يور سيت بيلت، اربط حزام المقعد بتاعك، ذا بلين ويل تيك اوف. هنروح في فيديو قصير نتفرج على نيوتن كرادل اوف بول، بندول نيوتن للكرات، ونرجع لكم تاني نكمل الشرح. يلا بينا يلا بينا. اهو زي ما انتوا شايفين كده، الشخص اللي واقف ده هيمسك اول بول ويبدأ يرفعها لفوق اهو عشان تاخد البوتنشال انرجي بتاعتها. بعد ما رفعها لفوق يسيبها، هيبدأ يحصل كوليجن ما بين البول اللي هو رفعها والبول التانية، وتبدأ تتنقل الكاينيتك انرجي بتوين اول بولز اهو، تتنقل من دي لدي ومن دي لدي ومن دي لدي ومن دي لدي، وابدأوا يردوا التصادمات لبعض. وخلال الفترة دي زي ما انتوا شايفين السرعة بتاعتهم عمالة تقل، شايفين عمالة تقل تدريجيا لحد ما هيتوقفوا عن الحركة. ده نيوتن كرادل اوف بول، برضه اهو فيديو تاني اهو لنيوتن كرادل اوف بول. زي ما انتوا شايفين اهي البولز عمالة تخبط في بعضها، وخلال الخبطات دي بتتنقل الكاينيتك انرجي من واحدة لواحدة. وخلال الفترة دي انت طبعا بتسمع الساوند بتاع كوليجن، في جزء من الكاينيتك انرجي بيتحول الى ساوند، الى صوت انت بتسمعه. ولو قعدت فترة طويلة ومسكت البول هتلاقي كمان البول سخنة، هتلاقيها فيه هيت انرجي، جزء من الكاينيتك انرجي تحول لهيت انرجي وساوند انرجي. ورجعنا لكم يا جريد 4 بعد ما اتفرجنا على الفيديو القصير بتاعنا اللي بيشرح نيوتن كرادل اوف بول. نبدا بقى نشوف الرسمه ونتكلم عنها تفصيليا. نمبر 1، when نيوتن كرادل بول is raised up، رفعنا الكوره الاولانيه لفوق without leaving it، يعني فضلت ماسكها شويه. It stores potential energy، هتخزن potential energy طاقه وضع. And doesn't have any kinetic energy، مش هيكون عندها أي kinetic energy لأن مفيش motion في الفترة دي أنا ماسكها. طيب number two، when you leave the ball، أنت هتسيب الكورة فهيحصل لها إيه؟ هيحصل لها move in the direction of the rest ball، هتبدأ تتحرك في اتجاه بقية الكور أهي، هتنزل في اتجاه بقية الكور. The potential energy decreased gradually، ال potential energy اللي فيها هتبدأ تقل تدريجيا. And changes into kinetic energy، عملت move هتبدأ ال potential energy تقل، وطالما عملت move هتتحول ل kinetic energy. Number 3، most of kinetic energy in the Newton cradle is transferred from the first ball to the rest of the ball، الكاينيتك انرجي هتتنقل من اول كوره للكوره الايه الثانيه للثالثه، وتقعد تتنقل لحد بقيه الكور لحد ما توصل لاخر واحده. بصوا اخر واحده بقت بعيده ازاي. So the number of balls moving on both sides is equal، هتبدا الكور دي تتحرك يمينا ويسارا، ناحيه اليمين وناحيه الشمال، ويقعدوا يحصل كوليجن ما بينهم لحد ما يتوقفوا عن الحركه. نيجي بقى ندخل في آخر جزئية عندنا. In the previous example some of kinetic energy of the first ball is changes during collision into، عايزين نعرف بقى الكاينيتك انرجي اتحولت لإيه أثناء الكوليجن اللي حصل. اتحولت قلنا إلى ساوند، احنا سمعنا صوت التك لما البول بتخبط في البول بتسمع صوت تك تك تك، فتحولت لساوند انرجي. يبقى أول حاجة some of this kinetic energy it changes into sound energy، اتحولت ل sound energy that is produced during the collisions between poles، اللي احنا بينتج الصوت نتيجة التصادم اللي بيحصل ما بين الكرات. Number two، thermal energy، جزء من الكاينيتك انرجي هتحول للثيرمال، لحرارة لما الكرات دي تقعد تخبط لبعضها لفترة، لو انت جيت تلمسها هتلاقيها بدأت تبقى سخنة نتيجة some of this kinetic energy حصل لها changes into thermal energy that is produced due to friction، نتيجة الاحتكاك between the string الخيط and the other part of Newton
ترادل والأجزاء الأخرى بتاعت البندول and also during collision between pole، وطبعا نتيجة الاحتكاك والتصادمات ما بين الكرات. يبقى جزء من الكاينيتك انرجي هتحول لسيجما، يبقى أول جزء من الكاينيتك هيتحول لساوند والجزء الثاني هيتحول لسيرما. طيب نمبر 3 other forms of energy، بس مش عليك السنة دي. Some of this kinetic energy it changes into other forms of energy due to friction، نتيجة الاحتكاك of air with the ball during its movement، نتيجة الحركة بيحصل في friction ما بين الاير وما بين البول، فجزء من الكينيتيك انرجي هتتحول الى انرجي تانية نتيجة الفريكشن between air and ball. عندنا نوتس ملحوظة. Number one، if you leave the moving ball of Newton cradle long enough، لو انت سبتهم فترة كفاية their kinetic energy decrease gradually، هتبدأ تقل الكينيتيك انرجي تدريجيا until they stop، لحد ما هتتوقف after lots of collision، بعد فترة طويلة من التصادمات. Number two، energy is conserved during collision، بيحصل احتفاظ بالطاقة أثناء التصادمات so it cannot be destroyed، يعني الطاقة مش هتروح هباء، هتتحول من صورة لأخرى بس مش هتروح هباء. And the amount of energy before the collision is equal to the amount of energy after the collision، كمية الطاقة قبل الكوليجن بتساوي كمية الطاقة بعد الكوليجن، بس اللي هيختلف ان الكاينيتيك انرجي كانت في شكل كاينيتيك هتتحول لشكل هيت انرجي او ثيرمال انرجي وساوند انرجي. Check your understanding، زي ما انت شايف الصورة. Look at the following picture، show the car collide with traffic sign، عربية خبطت في اشارة المرور. Then complete، عندك في ثيرمال وفي كلمة ساوند. Number one، a part of energy is changes into space energy that you can hear، انت هتقدر تسمعها، يبقى في جزء من الطاقة هيتحول لإيه؟ طبعا هيتحول لساوند، عشان كده انت هتقدر تسمعها. Number two، another part of energy is changed into space energy due to friction، نتيجة الفريكشن between car and traffic sign، جزء من الطاقة هيتحول لـ thermal energy نتيجة الفريكشن اللي حصل ما بين الكار، friction between car and traffic sign، يبقى الجزء التاني من الطاقة هيتحول لـ thermal. كده بنكون خلصنا شرح المنهج بتاعنا يا جريد 4 من أول السنة. عملنا حوالي 104 فيديو شاملين حل تمارين كتاب المعاصر كله والمودل إكزام وجزء من الأسسمنت بتاع كتاب المعاصر، وإن شاء الله نكمل حل الأسسمنت الأسبوع الجاي بإذن الله. أتمنى لو عجبكم الفيديوهات بتاعتنا الاشتراك معانا في القناة، وما تنسوناش في لايك على الفيديو، واكتبوا لنا كومنت حلو منكم تشجيعا لنا عشان نستمر إن شاء الله ونشرح المنهج بتاع الترم الثاني بإذن الله، ونكمل كمان حل الأسسمنت. ولو محتاجين نعمل مراجعة على المنهج كله بتاع الترم الأولاني اكتبوا لي في الكومنت وأعمل لكم مراجعة سريعة على المنهج كله بتاع الترم الأول بالإضافة لحل كتاب الأسسمنت. يلا شجعونا بكلمة حلوة عشان إن شاء الله نشرح لكم الامتحانات نحلها مع بعض، وبإذن الله نكمل الترم الثاني مع بعض. في النهاية بقول لكم مقولتنا الشهيرة، تعلم العلم وقرأ تحس فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة تأخذون الكتاب ناجحين موفقين بإذن الله، مع أطيب أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. كانت معاكم دكتورة صفاء شعلان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.